تخيل أنك خارج للنزهة في يوم جميل دون أي اهتمام بالعالم. الطيور تغني والشمس مشرقة. في الواقع تبدو الشمس أكثر سطوعاً من المعتاد، وبالتفكير في الأمر تبدو بشرتك مضحكة نوعاً ما. اتضح أن هذه ليست الشمس على الإطلاق، ولكنها إشعاع وأشعة جاما مليئة بالضوء القادم من نجم زائف كويزار. إذن باختصار أنت في ورطة خطيرة. كيف وصل الكويزار إلى هنا؟ وماذا سيحدث للأرض إذا انتقل نجم زائف إلى جوارنا؟ هنا قناة ماذا لو، وإليكم ما سيحدث إذا دخل نجم زائف إلى نظامنا الشمسي. أتمنى أن لا تكون لديك أي خطط اليوم، حيث أن ألمع جسم في السماء قد أنشأ متجراً في نظامنا الشمسي. إذن ما الذي يحدث بالضبط؟ على أي حال يتشكل الكويزار نتيجة اصطدام ثقبين أسودين لتكوين ثقب أسود هائل بكتلة مركزية تفوق كتلة شمسنا بمليار مرة. وعندما تندمج الثقوب السوداء يخرج كل شيء عن السيطرة. يبدأ الثقبان الأسودان في استهلاك كل الغاز والغبار من بعضهما البعض، بالإضافة إلى أي شيء آخر في المنطقة. حسناً، إذا كانوا يأكلون بعضهم البعض فلماذا نرى هذا الضوء الساطع؟ حسناً، تبدأ المادة المطروحة في الفضاء بالتوهج بسبب الضغط والاحتكاك، مما يؤدي إلى الضوء المسبب للعمى الذي كنت تراه. ولو حدث ذلك في محيط الأرض لا قدر الله، فسيكون نتيجة اصطدام الثقب الأسود الموجود في منتصف مجرة درب التبانة بالثقب الأسود الموجود في منتصف مجرة المرأة المسلسلة أندروميدا التي تبعد عنا 2.5 مليون سنة ضوئية. فإذا التقى هذان الاثنان فسنرى كمية هائلة من ضوء الأشعة تحت الحمراء تطرد إلى الكون. وهو أيضاً نذير الموت والدمار لا قدر الله. ماذا سيحدث لكوكبنا؟ حسناً، استعدوا لأن هذا سيكون أمراً مزعجاً ويدعو للكآبة. تقذف النجوم الزائفة أو الكويزار نفاثات من الجسيمات شديدة السطوع لدرجة أنها تتفوق على كل النجوم في مجراتها. لذلك ستتحول شمسنا أساساً إلى شمعة وسط ضوء ساطع للغاية. إن الإضاءة الصادرة عن الكويزار إلى جانب كل الإشعاع الذي يطلقه من شأنها أن تعبث بالغلاف الجوي للأرض، ويكفي الضوء المنبعث لتنشيط الجسيئات التي يتكون منها الغلاف الجوي وتحريرها من جاذبية الأرض والعياذ بالله. وبدونها سيتم تدمير غلافنا الجوي لا قدر الله، ونحن أساساً بحاجة إلى الغلاف الجوي لدينا حتى نبقى أحياء. إنها الطبقة الواقية لدينا التي خلقها الله تعالى لتحافظ على ترتيب الأشياء وتنظم درجة الحرارة، وبدونها سوف تجف المحيطات وسيتحول الجليد القطبي الشمالي إلى بخار ماء، وسيصبح كل شيء أكثر سخونة ولهيبة، نعوذ بالله من النار. وبالإضافة إلى كونه ساطعاً بشكل يعمي البصر، لن يكون لدينا هواء آمن للتنفس، ولا نباتات نأكلها أو نطعمها للحيوانات، ولن يكون هناك ماء للشرب أيضاً. باختصار ستصبح الحياة على الأرض بمثابة سقط المتاع، أو كما قال تعالى يصف نار جهنم: إنها ساءت مستقرا ومقاما. سيحدث كل هذا بسرعة كبيرة، لذلك لن تضطر إلى العيش خلال نهاية العالم طويلة الأمد. لذلك يمكنك على الأقل أن تترقب ذلك. ولكن هل يمكن أن يحدث هذا النوع من سيناريو يوم القيامة بالفعل؟ حسناً، نعم، ولكن ليس الآن، وإنما بعد 3 أو 4 مليارات سنة أخرى والله أعلم. عند هذه الفترة سوف تومض الشمس، وإذا لم ينهي ذلك كل أشكال الحياة على الأرض فنحن على يقين من أن شيئاً آخر قمنا بالحديث عنه في قناتنا ماذا لو سيخرجنا جميعاً إلى الدار الآخرة أولاً،
لذلك لن نكون موجودين حتى لرؤيته. لكن هذا يجعلنا في حالة تساؤل، ما هي الأشياء الأخرى التي يمكننا إيجادها مختبئة داخل الثقوب السوداء؟ وهل يمكننا حقاً تسخير طاقة الثقوب السوداء؟ حسناً، بإذن الله هذه قصة أخرى من ماذا لو؟